الاستاذ هشام زعزوع وزير السياحه. مساء الخير يا استاذ زعزوع. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل. انا كان ليا انتقادات للعمل في السياحه، فارجو انك تصحح لي الصوره لو فيها بعض الخطا. لا ان شاء الله، يعني بس هو يمكن انا مقصر والقطاع مقصر ان احنا ما بنوضحش الصوره كامله او ايه الجهد اللي بيتم على الارض في الوقت الحالي. بالنسبه دخولا في الموضوع على طول، احنا عمليه التواصل مع شان السياحه على المستوى الدولي بيتم. حضرتك عارفه انه كانت الامور الى حد ما ليها خطط معينه وكانت ماشيه لغايه عمليه فض اعتصام النهضه ورابعه، وبعديها للاسف طلعت تحذيرات سفر من عدد من الدول المصدره للسياحه لمصر. والشأن كان على الارض ملتهب يمكن لغايه وقت قريب جدا، والحمد لله الشرطه والقوات المسلحه قدرت تسيطر الى حد كبير والامور بدات تهدى. وايضا على المستوى الدولي الشأن السوري خد كتير من التركيز على الشأن المصري الداخلي اللي كان بيؤثر على عمليه التحرك دوليا في لحظتها. النهارده انا ثلاث اسابيع، يمكن انا مقصر من الناحيه الاعلاميه، ثلاث اسابيع على الارض بتصل مع بالتنسيق مع وزاره الخارجيه مع سفراء الدول المعنيه في القاهره، ورحت الغردقه مرتين، مره للجونه ومره للغردقه لمقابله وفود احنا دعيناها لمصر عشان ترى بنفسها. طب يعني خليني اسالك، يعني اولا دعيت وفود مين؟ هل دعيته مثلا وفود سوري روسيه، دعيت وفود المانيه؟ وامبارح حضرتك على النيوز بار اللي موجود على البرنامج حضرتك النهارده بيقول انا لسه كنت في شرم الشيخ امبارح والنهارده الصبح ولسه راجع مع وفد صحفي هام جدا من راي اونو ودو طالاينا وعدد ضخم جدا من الصحفيين مرموقين، بشرح لهم الوضع وحقيقه الاوضاع والمعلومات المغلوطه، كل ده تمهيد للي حضرتك طلبتيه. يوم طب هل ليه ما في زيارات بره يا فندم؟ رئيس هيئه تنشيط السياحه بتاع حضرتك ليه ما بيروحش؟ ليه ما بيطلعش روسيا؟ ليه ما بيطلعش؟ ليه ما بيطلعش المانيا، ايطاليا، الدول اهم دول مصدره للسياحه؟ خليني اقول لحضرتك ان انا ده اللي هيحصل، بس بنشتغلها طبقا لخطه محدده. لسه خدت موافقه مجلس الوزراء من حوالي 10 ايام، يوم الخميس الجاي هبدا جوله مكوكيه للحركه في كل المواقع اللي حضرتك محقه، وانا طالع يوم الخميس القادم لاوروبا، رايح روسيا ورايح المانيا ورايح فرنسا ورايح انجلترا، وبقابل فيها في شقين للزياره، شق اعلامي وشق بالتعاون مع وزاره الخارجيه السياسي وشق تقني مهني مع شركاء المهنه بره. وبطمن حضرتك في بعض المؤشرات الايجابيه على رفع التحذيرات، لأن بدون رفع تحذيرات مش ممكن يجيب لنا حركه، لكن احنا لازم نطمن الناس. ما احنا لازم انا اللي غلطان، انا بقول لحضرتك كان المفروض ان انا اطلع اتكلم واوضح، فانا قاعد حضرتك خلال اليومين الجايين وما بعد العوده من الخارج اقول تقرير لحضرتك وللناس على ايه اللي تم، وان شاء الله يبقى خير. يا ريت. واعتقد روسيا زياره مع وزير الخارجيه على ما اعتقد. بالظبط كده، بالظبط. انا هكون 15 هناك، وزير الخارجيه 16 هناك، وهنتقابل مع المسؤولين. وعايزين برضو لو اعلانات بقى، عايزين ننزل حمله كامبين على حمله علاقات عامه الاول بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحيه، ثم بعديها حمله مباشره في اسواق المصدره. 70% بيجي من اوروبا هنركز عليه، 20% من دول الخليج، هيكون في حمله في دول الخليج. بتعاون مع وزاره الطيران بقوه اليومين دول على ملفين، ملف منهم مكتوب على النيوز ريل بتاع حضرتك السياحه الداخليه، وماجد القاضي بيقول انه الفنادق تم انقاذ 256 فندق للسياحه الداخليه. هل بتكلموا البنوك بخصوص الجدوله لاصحاب؟ اكيد يا فندم، مش بس كده، احنا عملنا اتصالات بالبنوك والجدوله والفوائد تم الاتفاق عليها للقطاع، بوجود في زيارات مع السيد محافظ البنك المركزي وايضا مع المعنيين زي وزاره التضامن عشان التامينات الاجتماعيه، وزاره الماليه عشان الضرائب، ولكن ايضا بنحاول نشوف ازاي ما يسمى بلغه البنوك كاش انجكشن يتم اليومين الجايين
لان القطاع فعلا بيعاني بشكل طبعا واضح حضرتك. بشكرك. ولكن بنحاول نشتغل على كل المحاور في كل اتجاه. اشكرك استاذ هشام زعزوع وزير السياحه. عايزين حركه أكبر في هذا الإطار. منذ أيام الحقيقة أنا شفت فيديو الحقيقة يعني مهم جدا للأمير وليد بن طلال، زار شرم الشيخ، بيركب العجل. لو معانا الفيديو يا جماعة ممكن نذيعه. بيركب العجل في المنطقة، بيقول إن مصر دولة آمنة. ده مهم، هو ده، هو ده اللي احنا عايزينه. انه بشكره طبعا شخصيا على ما قام به. هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نجيب ان ناس مهمه تيجي تزور المنطقه، احنا نفسنا نبقى موجودين، الوزراء بتوعنا يبقوا موجودين، الرجال يعملوا ماراثون في شرم الشيخ والغردقه، يعملوا ايفنتس في شرم الشيخ والغردقه، نبتدي نحرك السياحه. وطالب محافظ البنك المركزي ان هو يبدا في عمليه ضخ اموال. فلوس البنوك كتير قوي، ارباح البنوك كتير قوي، وزون الخزانة غرقت البنوك فلوس وأرباح. جزء من هذه الأرباح يتضخ في الشركات المتعثرة والصغيرة والمتوسطة. صحاب الأوتيلات الكبيرة داروا استحملوا، صحاب الأوتيلات الصغيرة ما قدروش. الأقصر أسوان حالتهم صعبة جدا جدا جدا، لازم نقف جنبهم. البنوك لازم تقف جنب هذه الأماكن، لأنها الحقيقة أن السياحة هي عصب هذا البلد وعصب هذا الاقتصاد، ولابد أن نقف بجوارهم جميعا.